المصرية الفضائية، مرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامج ذكريات من حياتي، حلقة جديدة من منطقة موصل الجديدة. هذه المكان اللي بينه ذكريات جميلة جدا، راح ناخذ لقاءات من أهل وناس وطيبين وتحديدا من سوق موصل الجديدة، ونسمع آرائهم حول الذكريات اللي تخص هذه المنطقة. خليكم معنا متابعينا ومشاهدينا، خلينا نبلش حلقتنا من برنامج ذكريات من حياتي. شغل بالسوق مريت اشوفك، مالي شغل بالسوق مريت اشوفك، عطشان حفن سنين واروي على شوفك، عطشان حفن سنين واروي على شوفك. مالي شغل بالسوق مريت اشوفك، مالي شغل بالسوق مريت اشوفك، عطشان حفل سنين واروي على شوفك، عطشان حفل سنين واروي على شوفك. انتقلنا الى اقدم ورشه لتصليح التلفزيونات في الموصل الجديده. هذا المحل من ستينات القرن الماضي، هو موجود ولحد يومنا هذا، وخلنا نلتقي بصاحب هذا المحل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا عمو. يا مرحبا، عساك بخير. الله يسلمك، الله يحفظك. موصل الجديده، نعم، ايش قصها لك بهاي المنطقه؟ احنا من 82 الحجي سيد الوالد فتح محل مال صيانه مال التلفزيونات، ما شاشات. نعم، قبل كان مصلح راديونات بالستينات. فانتقل من صار تطور شويه، تطورت الوضعيه، تحول على التلفزيونات الابيض واسود. بعدين تحول على الملون. زين يا شيخ، نعرف اسمك؟ احمد العرجي. استاذ احمد العرجي، والنعم منك. نعمه حالك استاذ احمد. ذكرت انه بالبدايه كانت راديوات امبار، صمامات. نعم، احكي لنا على هاي المهنه. الوالد شلون توارثته عنه وشلون بديت بيها؟ الوالد من 1960، نعم، كان اول مصلح مال راديونات ترانزستور. قبل كان صمامات، فما طورت الراديونات تحولت الى ترانزستور. فابوي درس، ابوي خريج هندسه، نعم، الكترون، وعنده شهاده من النمسا. نعم، بال 75 72 عنده شهاده من النمسا اختصاص تصليح الترانزستور. نعم، وعنده دورات، دخل دورات ببغداد بشكل افريقي، ببغداد بالثمانينات وبالسبعينات. نعم، فاشتغل في مهنه تصليح التلفزيونات. نعم، ايه، فتطور العلم، جاء تلفزيونات الملون، كان قبل الابيض واسود. هذا الكبير، الكبير القديم. نعم، بعدين تحول على التلفزيون الملون بال 1975 78 تحول الالوان، التلفزيون الملون. نعم، دخل العراق. نعم نعم، فبعدين تطور العلم شوي شوي، تحول الى الاجهزه الحديثه ساعتها، البلازمات، الشاشات، ايه. فابوي من 1983 82 اختصاص تلفزيون ملون. نعم نعم، ايه. اول شيء انت ولادتك بموصل الجديده؟ نعم، في موصل الجديده 1970. نعم، هاي المنطقه تحديدا. هاي المنطقه اللي احنا فيها؟ نعم. زين، تتذكر ايام الطفوله بمنطقتك، ايام المدرسه، بعض التفاصيل القديمه، غير شوي نسترجع هاي الامور؟ ما كان، ايه صحيح، قبل بالسبعينات كان التلفزيون يعني نادر. نعم، كل اربع خمس بيوت عندهم تلفزيون عادي ابيض واسود. نعم، فمن جاء الملون شافوه يعني فشي تطور، والعالم انبهرت به. نعم، فقوم العالم، العوائل كانت تجد على المغرب او بالليل، كان التلفزيون يفتح من 6 المغرب الى الساعه 12 بالليل. منو كان يمتلك التلفزيون يعني؟ يعني ابو جهاء المنطقه يعني. نعم، الناس المتمكنه. متمكنه، ايه، اللي عنده امكانيه يجيبوا تلفزيون ملون، اللي ما عنده تلفزيون عادي. ومنو ينجمع؟ انت يمكن انتم اطفال المنطقه تنجمعون، لو الكباري، لو منو كان والله ينجمع؟ اكثر شيء الاطفال على فتره برامج اطفال بالسته كان قبل. نعم، ايه، والكبار يتطمشون على الافلام والمسلسلات القديمه. تتذكر من برامج قبل اللي كانت تطلع على التلفزيون؟ نعم، يعني تتذكر اسماءه؟ شلون؟ عدس الفن الخميس. نعم، منو كان يقدمه؟ خيري حبيب. خيري حبيب. وكامل الدبار الاربعاء. نعم، وميد البدري الثلاثاء. هذا رياضي، برنامج رياضي. رياضي. نعم، كل فتره كان التلفزيون قناتين. نعم، العراقيه والشباب. نعم، شباب بالتسعين صار الشباب، قبل كان بس العراقيه، بس العراقيه، تلفزيون، ايه، العراقي. نعم، ايه، نعم، نعم، تفتح من الساعه 6 المغرب
الساعة 12 بالليل بس. العطلة الصيفية تفتح من 9 ل 12. اها ايه. زين ذكرت الرياضات بما انه حكيتي على مواليد البدري، من كنتم صغار بموصل الجديدة، ايش كانت الرياضات او ايش كانت الالعاب الشعبية اللي كنتم تمارسوها؟ رياضة القدم، القدم اكثر شيء القدم. نعم القدم او بالمدرسة المنضدة. المنضدة ايه. زين والالعاب الشعبية ايش كان عندكم العاب شعبية؟ اتبال، مزاريع، قبل هسه تطور كله اساسا بلاي ستيشن، بالتسعين صار بلاي ستيشن. اها إيه بعدين تطورت على الموبايلات شغلات. التصاوير هاي تتذكروها؟ تصاوير ايش شلون التصاوير؟ ايش كان عندكم اكثر شيء الصور اللي كنتوا دائما؟ ماسندي بام، ماتلندايزر، نيلز. نيلز زين. رياضيين كان، رياضيين طلع صوره ما ابطال ابطال الرياضه. رياضه نعم نعم. زين تكلمنا عن حلاق المنطقه من كنتم تروحون ليله العيد، تكلمنا عن البقال ايش كان يبيع، ايش كنتم تشتغلون منه، تطلعون الظهريات، كان اكو عندكم فقره انتم يعني بهاي المناطق دائما نسمعها اللي هي فقره التسلق على الحيطان. ايه اكو اطفال يعني ياخذون بظهر يفترون. إيه نعم. برتقال شغلات ياخذون الجيران. ايه ما كل واحد يقدر عليها. نعم. يعني ما كل عالم يعطيكم عليه يعني، فاكو عالم لا تشتري البيوت تحضر عادي. اها ايه. زين بقال المنطقه هون ايش كان اسمه تتذكرون؟ ابو جواد. ابو جواد وابو ناصر. ابو ناصر وابو جواد. اها هذول ايش كانوا يبيعون؟ بيبسي، كولا، مشين، ترابي، ونسات والمنسات. ايه ومال الشغلات الاسواق البيت. البطل البيبسي هذا القديم، البيبسي القديم والترابي. ايه زين كنتم تاخذونه وتراجعون البطل؟ ايه رجعوا له قتش نخسر حقه. ايش كنت تخسر حقه بوقتها؟ كان يمكن 15 فلس ساكي، 25 فلس. آه. كان قليل، كان يعني عمله قليله كانت. نعم نعم نعم. زين خلينا نرجع على مهنه الوالد، انت ايش شلون تعلمتك؟ كنت تنزل عنده معاه نعم بالشغل؟ ايه. انا من بالثمانينات الوالد صار عسكري تعمل. نعم. طبقة الحرب العراقية فعلمني. نعم. وأنا أصلاً أنا ما هو كان يعني خريج، علمني على الشغلات الأساسية. نعم. علمت على من عنده. بعدين من بالمدرسة دخلت إعدادي الصناعة خريج، بعدين خلص معهد كترون. نعم. إيه فهو أكثر شيء الوالد علمني بصراحة. نعم نعم. إيه كان نظري بعدين عملي الوالد هم. نظر عملي. زين ما عدا هاي الشغله كنت اشتغلت امور اخرى بموصل الجديده؟ لا والله بس هاي شغلتي. هاي شغلتك بس انت بلشت فيها. وليش ما غيرتها مع مرور الزمن؟ ما شغلت ابوي يعني، شغلت ابوي من الستينات، ابوي مصلح. نعم. اول مصلح بالجديده كان، قبل كان باب الطوب، كان مصلحين يعدون بالاصابع، كان قدماء اربع خمس مصلحين بالموز كلها. نعم. ايه اذكر لك اسماء المصلحين القدماء؟ منو مثلا؟ مثلا عارف الجبوري. نعم. مدحت. نعم. مشعان، سرحان. هذول كانوا أربعة خمسة كانوا يعني مصلحين، الشيوخ المصلحين يعني يفتهمون، عندهم علم، عندهم يعني تعاملهم مع العالم زين، فمعرفين هذول كانوا. بذكر العشائر والبيوتات اللي هسه حاليا ذكرت أسماءهم، موصل الجديدة معروف عنها أنه بيوتات قديمة نسحت وكونت هذه المنطقة. أي نعم. منو تستذكر من البيوت القديمة أو العشائر اللي سكنوا واللي أسسوا منطقة موصل الجديدة؟ والله هنا العزاويين، بيت أحمد طويل، الحياليين. نعم. يعني سادة الحياليين. نعم. الرواشد. نعم. البوبدران. نعم. الطاي، كثير طاي هم هنا موجودين عشان. نعم. كلها تعرفوا كلها نزحت من من القديمه، تحولت طورت الجديد طورت. نعم. وكم منها من الخارج وعلى موصل. الشيء اللي لاحظته في منطقه موصل الجديده هو التنوع الثقافي وتنوع اللهجات، يعني ايضا تشوف مثلا من تفوت على هذا السوق تسمع المصلاوي يتكلم. صح. تسمع مع احتف مع يعني مع التحفظ على هاي المسميات. بس هم اكيد يعني هذا الجميل بنينه هو التنوع. تنوع. نعم. هذا الشيء ايش سببه؟ هو ما الجديده لمت من كل موصل. نعم. اطراف الموصل مثلا ساعته مثل سهل نينوى سكنوا بالموصل. نعم. جو من خارج الحمام علي الجنوبيه قيار وما قيار سكنوا الموصل، من الغربيه البدو. نعم. الشمر، العافره، من تل احفر جو سكنه، فعادي ماكو اي فرق يعني. نعم نعم. فكل من على لهجته، اللهجه القديمه تختلف منطقه عن منطقه، مثل راس الجاد لهجته شكل، بابا طوشي شكل. عشان خي طبعا المشاهدين دائما يركزون بهاي التفاصيل. لهجه راس الجاده شلون تكون؟ يعني يطولون بالكلام، يمطون الكلمه، يمطون الكلمه. تكون مختلفه عن اللهجه الموصليه. نعم. اللي هي اللهجه العتيقه. عتيقه هي عتيقه قديمه كلش. نعم. اللهجه الموصليه قديمه، شو الحلبيه الموصل. نعم قديمه. اكو بعض الناس يقولون انه الغين في اللهجه الموصليه دائما تكون في كل الكلام. نعم. طبعا انت برايك انه هذا الموضوع صح؟ صحيح صحيح، لان الثقافه مالهم قبل كان حلب، والقبل يهود قبل ساكن الموصل نفس اللهجه.
لهجة موسى. بس مو بكل الكلمات يعني، أكو الكلمات. أكو لا يعني لا. مثلا كلمة عمر قبل يوم ثلاثة شفت أحد مقاطع فيديو يتكلم إنه حرف الغين في عمر لازم ينقول أهل الموسيقى من عمر، هذا شيء خطأ. أي صحيح، لأن عمر من الفضل عمر. صحيح صحيح صحيح، كله صحيح. نعم نعم نعم. زين، نريد نتذكر أيضا رمضان. نعم. في منطقة موصل الجديدة كشباب، وين كنتم تروحون؟ وين كنتم تجون؟ أشنو الألعاب الشعبية اللي كنتم تلعبوها في فترة رمضان؟ برمضان الفار أكثر، كانت شيخانات هنا بالجديدة يجمعوا الكبار شياب يجيبون فار. نعم. لعبة الفار. نعم. هاي برمضان. نعم. من حيبس برمضان، بس أكثر شيء العالم تجمع يعني كل عوائل، يعني تصير عزايم البيوت، صديقة أنت عزمك على الفطور، أنت يعني عوائل كانت ناس تعزم على ناس. نعم نعم نعم. إيه. أشنو اللي اختلف ما بين اليوم وما بين الماضي فيما يخص العادات والتقاليد في منطقة موصل الجديدة؟ والله كثير اختلفت، لأن يعني تطور العلم والعالم تغيرت. قبل كان يعني العيب والحرام موجود كل شيء، أكثر شيء عيب وحرام. الأب يعني يسأل ابنه وين رحت وين جيت. هسه أكثر العالم يعني أجدع وتعوف أولاده، وكنا لا محافظين لحد هناك، عالم محافظ على أولاده ما تقبل الحلال والحرام والعيب. أكثر شيء العالم لحد تمسكت بالتقاليد. نعم. العيب والحرام. نعم. أكثر شيء عيب وحرام. زين، قبل أحلى له هسه؟ لا والله قبل أحسن. ليش؟ لأن البركة كانت، العالم عنيته. العالم كانت عنيته، يعني ما كان دور مصالح مكاسب، صداقة حب الله يعني. نعم. صديقي صداقة، والصديق والأخ والقرايب كانوا صحيح يعني يلتمون على محبة الله. نعم. هسه كلها صار طمع، والأمور الدنيا كلها تغيرت. بما أن أنت تشتغل في هذه المهنة اللي هي مهنة التصليح، أكيد من كنت مع الوالد كان الراديو أو نعم. الراديون حسب راديون. ما يسمونه. ايه. كان تطلع بعض الأغاني القديمة. قديمة. ايه. عندك أغنية لحد هسه من تذكرها تغشع بها أو تسمع بها عبق الماضي، تتذكر الوالد من يشتغل، أغنية محببة على قلبك؟ ما الفريد أطرش أكثر شيء كان الوالد حب الفريد أطرش وعبد الحليم وعبد الوهاب. مثلاً من ضمن الأغاني اللي محببة على قلبك؟ والله كثير أغاني قديمة، كل أغاني قديمة كلها على الطاقة. يعني مثلاً قديمة. ساعة بقرب الحبيب. نعم و... إيه الأغاني القديمة مال فريد وأم كلثوم كلها طيبة يعني كانت. أغنية. لها ذوق لها ذوق يعني ما تمل منه. أسعد الأغاني القديمة أسعد ما بيها معنى، ما بيها رسالة توصل. كان الأغاني بيها يعني شيء مضمون توصل للعالم. نعم. هسه ما كل شيء بس طربقة. شكرا جزيلا على هذا اللقاء، وتحياتي لك استاذ العزيز، وان شاء الله الله اللهم نريد احنا الشارع يفتح لنا جديده. هذا الشارع طبعا اكثر مما لاحظته كل ما عمل لقاء مع ناس انه هذا الشارع يحتاجون انه يتم فتحه في سبيل انه تزداد الحركه بهذا السوق الشعبي. هو طبعا من اكثر الاسواق. والله انا بصراحه رحنا بوقتها كان احنا ولجنه من نقابه السادة العرجيه، رحنا على سيد المحافظ على سيد زهير العرجي، خلف الله على سيد زهير فتحنا الشارع. نعم. فتح الشارع عليه بصراحه يعني فتح الشارع، بس جاء الاعمار مال الشارع وظلت، واخر صاروا سنتين احنا نعاني من هالشارع. ان شاء الله ان شاء الله تبليط ماكو وخدمات ماكو بالشارع. ان شاء الله الخدمات تجيكم، لان هاي المنطقه جميله جدا باهلها وناسها الطيبين. الله يحفظكم يا رب، ان شاء الله نشوفها دائما بعمار. الله يحفظكم الله يسلمك. تحياتي لك. هسه خلينا نتحول الى مكان اخر وضيف اخر في منطقه موصل الجديده، خليكم معنا متابعينا في ذكريات من حياتي. شلون انام الليل وانت على بالي، وشلون انام الليل وانت على بالي، حتى السمك بالماي يبكي على حالي، حتى السمك بالماي يبكي على حالي. مالي شغل بالسوق مريت اشوف، مالي شغل بالسوق مريت اشوفك، عطشان حفل سنين واروى على شوفك، عطشان حفل سنين واروى على شوفك. وهسه انتقلنا الى اقدم بقال او تجهيزات غذائيه تطورت مع مرور الزمن في منطقه موصل الجديده. السلام عليكم. السلام. شلونك حبيبي؟ صح الاحوال. الله يبارك فيك. ذكرونا انه العزاويه هم اسواق قديمين جدا بمنطقه موصل الجديده. ايش قصر لكم؟ من الستينات. نعم. اول شيء نتعرف باسمك. خالد العزاوي. والله ونعم منك استاذ خالد. هاي المهنه، مهنه البقاله ومهنه التجهيزات الغذائيه، تكلمنا عن تاريخ اول شيء توارثتهم من منو؟ من الوالد. والدي. والدك؟ والدي كان يشتغل فيها قبل، وبعدين
اخذت تعليم عنده. اها. مع بعد توفى هو. الله يرحمه. بالبدايه بالستينات هو فتح؟ ايوه بالستينات فتح. ايش كانت الاسواق؟ كم هي شيء كبيره وكل شيء وكلاشي فيها؟ بسيطه حيل كانت. حيل بسيطه كانت وكم واحد كان بس يعني ابو ناصر. نعم. ابوي الله يرحمه. الله يرحمه. يعني بيت سعيد براوي. ايش كانوا يبيعون؟ ايش كانوا يبيعون؟ شيء بسيط يعني. كان هي كان قبل عن غذائية من الدولة. نعم. يعني تجياتي معجون والدهن والشاي والشكر والتمر. يعني كانت الدولة هي اللي تجهزكم بالمواد الغذائية وانتم تبيعوها للعالم. نعم. وبأسعار مدعومة. مدعومة أكيد. ورخيصة حيل. ومنتج وطني؟ وطني كله. الشكر اتحاد مال الموصل، معجون كربلاء، دهن راعي كلها بسيطة. وهسه ما شاء الله كلها مستوردة. كلها أستاذ تركي. يعني خلينا نتكلم عن ذكرياتك بما انه ولادتك في منطقة موصل جديدة صحيح؟ صح. شلون كانت الطفولة حلوة؟ طيبة بسيطة كانت شغل بسيط يعني شغل كل بيت بس ما صار مزدحم ما كان مزدحم كان بسيط حيل الشارع بيوتات بسيطة هي اللي بلشت على صابع نعم كان بيت يعني بيت الباروتي بيت نايف بيت ال عندك اسماعيل بيت الله كم واحد بيت البواب والحلو التنوع كانت كل العشائر وكل بيوتات الموصل موجوده بموصل الجديده هذا مصلاوي هذا من هالطائفه هذا من هالدين ماكو شيء اي تفرقه ماكوش متعاونين كلهم بيناتهم اها عائله واحده بس اختلفت؟ اختلفت جذري جذري تتكلم عن فترة الطفولة كانت عندكم ألعاب شعبية حلوة كنتوا تلعبون كانت هاي التبل والمزرعة والشفا بسيطة حلوة كانت على البساطة هسا كله بلاي ستيشن والايفون والايباد هي صح تطورت بس تحوس أسوأ فقدت رونقها أبدا أيش فترة الشباب فترة الشباب كانت حلوة عندكم في منطقة موصل الجديدة كان احترام الكثير الشاب احترام الكثير وكان احترام وكان اخلاق وحيل محترم وانت اي غلط اي غلط تقدر تسويه معروف ذاك واحد هذا ابن فلان معروف يشتكي للوالد وتستحي انت تسوي غلط بعدين الساحي الوالد والساحي الاهل والعشيره انت تستحي بس نعم نعم زين اكو فقره الشباب وين كانوا ياخذون وقتهم وين كانوا يتجمعون دائما بحديقه دائما جازينه وحديقه ما كل جازينات حدائق دوره حديقه كان دورين حديقة بس ما ايش كان اكثر شيء دوب بيناتكم كشباب؟ يعني الضحك، الشقة بساطة جدا بساطة يعني شيء بسيط ما كان وهم كانت تصير هاي المشاكل والكونات والعركات اي مشاكل موجودة صارت مشكلة اي واحد كبير موجود شيء يقعد يقعد تهكل الكل تسكت ماكو شيء غريبة حتى لو غريب هسا ابوك يحكي معك ما تسمع كلام بس تغيرت اختلفت زين اريد اتذكر بما انه انت بقال المنطقة كنت تعرف كل اهل المنطقه اكيد يعني احنا نسميها مثل المختار نعم اذكر لي من البيوتات اللي كانت تجي تشتري من عندك اطفالهم وهسه ما شاء الله كبروا اسرع طبعا اساتذه كلهم اعرفهم واحد واحد يعني الاغاوات مثلا كلهم اعرفهم الاغاوات بيت الونسه كلهم كانوا يشتروا عده ولا الناس اعرفهم نعم ولا ورا الجامع البيت الحجاجي والحزيدان وخلفهم كانوا ناس جيراننا وقرايبنا تقدر تقول كانت تجيكم لجان صحيه وتشيك البضاعه كان رقابه شديده كانت اي خطا وخش ممنوع الخطا هاي خطا زين نريد نتذكر او نسترجع حلاق منطقتكم بما انه انت اتذكر ياسين الله كان طيب الله ان شاء الله يطول عمره ميت الله يرحمه ياسين كان حلاق من منطقتكم ايش كنتوا زينون هم هاي الفيكات والسبايكي وال اول شيء كنا زياء واحد ماكو عسكريه زياء واحد نعم بعدين تقدر انت زين زياء ممنوع لكن تقدر ترجع البيت انت مزين زياء ممنوع الوالد يرجعك؟ يرجعك شنو؟ والله يقصبك ماكو زيان واحد اللي هو هاي النمره الوحده نظام نظام اها نظافه نظام اها هو فعلا قانون حلو قانون جنابك كنت بمدرسة؟ هاي خريج يعني اعداد لغة فرنسية. اها صلوات على محمد. اي مدرسة كنت بيها؟ هنا بمنطقتكم؟ ابتدائية المعتصم، جمهورية غربية باب جديد وعلى الجامعة. نعم. حلوة كانت ايام المدرسة؟ ماكو يعني شيء جميل جدا. ما يتعوض.
ولا يجي بعد. كنت من يعني تحصل على درجات عالية العشرات وما عشرات، المعلمة كانت تشجعك أو المعلم؟ شجعنا وكان الهدايا يطوف دائما. هدايا. بعدين من الراتب كان بسيط جدا. بسيط 3000 دينار لو إيش قلت؟ 3000 دينار. 3000 دينار يعني ما يعادلها 3000 بوقتها. بسيط كان ربس هو كان ويعطي حق الدرس، كان يعني مدرسين يعني معلمين. كان عندكم مدرسين خصوصيين؟ ما عندنا لا معلم لا مدرس خصوصي ولا عندنا ملزمة. ولا على المعلم والمدرس مالتك على الشرح مالتك بس 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 استحقاق يعني يكون حق الماده. زين هسه من نشوف معلمك او مدرسك شو يصير لك؟ يعني اشهد لك اكثر من والدي بعد يعني احترمه فعلا انك تقضي وقت اطول مما بالبيت. هو كان ينطيني اكثر بعد يعني هو كان يكمل الوالد يكمل نعم هو يكمل التربيه ما بس تعليم هو تربيه وتعليم تربيه وتعليم تربيه قبل التعليم. اختلف هذا الشيء حاليا؟ هسه كله صار تجاري سوينا ابني ما رايح والله المعهد ما رايح والله الدرس خصوصي وين عجل التدريس مالك انت مو ذلك مدرس. وكان التعليم عندنا هو الاول على مستوى الوطن العربي اكيد اول كنا احنا مثل جامعه الموصل كانت على الجامعات اكثر من جامعه المستنصريه. نعم الفتره الصعبه اللي مرت عليكم فتره داعش ظلام داعش صعبه كانت يعني سبحان الله سبحانه وتعالى خلصنا بعجوبه يعني اكيد كنت تواجهون صعوبة بالبضاعة؟ كانوا حيل يحاربون حيل وما يوفر كل شيء يحاربك يعني حيل يدخل كل شيء يدخل. نعم صعبة كانت عليكم هاي الفترة أذيتوا أنتم بهاي المنطقة يعني وخصوصا احنا هنا المقابل تذت منطقة حيل تذت قطيع يعني حيل يعني راحت الشهداء بيوتها نعم. راحت الله يرحمهم بس منطقتنا هاي ما صار شيء حتى يمكن اكو فد مشكلة لحد هاي اللحظة نعاني منها انه الأجيال اللي عاد تجي حاليا ما عاد تعرف اللي مرت به محافظة نينوى ومدينتها بصورة عامة يشوفون دمار خراب يسألون بس بسبب الوجع ما يذكروا لهم التفاصيل لكن هي واقعا احنا مرينا بحرب حرب 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 طاحنة طاحنة بس اللي عم نشوفه حاليا هو عودة الحياة بس بسرعة ما شاء الله بسرعة الناس دا تيجي هنا تكلمني عن سوق موصل الجديدة نشأت هذا السوق السوق الجديد هو فعلا وقت ورا داعش تطور أسرع أها. سرعة ليه شو تكاتف الناس ناس ترجع الحياة تعاونوا كلهم تعاونوا المنطقة كلها تعاونت هي المنطقة ترى السوق بأهله نعم يعني بأهله مو موجودين ما يصير السوق السرج خانة شوف ليش ضعيفة لحد الآن ما حد رجع يعني منطقتها ما خش اللي مات مع يعني نفس الدمار اللي صار بمنطقة السرج خانة صار على هاي المنطقة بس أهل جديدة تكاتفوا كلهم نظفوا المنطقة وتكاتفوا ورجعوا السوق أحسن من قبل نعم وشلون هالحركة حلوة حركة جيدة جدا الله يرزقكم إن شاء الله نحتاج بالشارع يتظلها في فتح الشارع أها جيد جدا إن شاء الله سيد المحافظ والبلدية ما يقصرون وهذا الشارع يحتاج عودة فعلا أنا أريد أسرع وقت يعني تأخر فيه حقيقة إيش قصروا تقريبا؟ هاي صار سنتين طويلة كثير طويلة يعني على هاك المنطقة يعني وهاك الشارع يعني عانينا كثير نقول بتشي هالشهر الجار الجاي بتشي شهر الله وين؟ وهذا الشارع خصوصا حيوي ليش قاعد يفتح؟ رئيسي ليش قاعد يفتحون هذا السوق؟ 5 الصبح 5 الصبح 5 الصبح فتح السوق عزل العشاء اوه هذا سوق قوي جدا يعني تجارة حلوة ما مثل مثلا يفتح ورا العصر احنا فتحنا الساعة 5 وموفر فرص عمل للشباب الموجودين بهذا المكان آلاف الناس آلاف العوائل إذا إن شاء الله نشوف هذا الشارع وهذا التعاون التعاون وصوتكم وإن شاء الله إن شاء الله بالعكس إحنا خدام لكم وإن شاء الله هدفنا من هذا البرنامج ومن هاي الجولات اللي نقدمها إن شاء الله نصل على هاي المدينة إن شاء الله نصل تحياتي إليك بل عندي سؤال أخير اسمع الأغاني القديمة أريد فد أغنية أتذكرك بريحة الوالد والله صدق أنا يعني صدق يعني ما احب الاغاني ما تحب الاغاني أبد. بس اكيد كنت سمعت فد اغنيه طبعا يقول الجيل الطيبين كله أه. ما شاء الله ما اسمع يعني. يعني ما عندك فد اغنيه تذكر مو الا اغنيه فد شيء تسمع يذكرك بالوالد لا اكيد اسمع كثير اسمع هو كان الوالد المطرب حسين مرعي اها عائله تحياتنا للكبير الله يرحمه أبو بيات عم منطقه مزيده ابو الاستاذ طبعا استاذ بيات مرعي الفنان محمد مرعي الفنان الريفي اللي كان عبد الحسين مرعي حلوه اغانيه هو انسان بسيط كان موجود بهاي منطقتنا اللي هو جاب اليقظه هناك اها انسان بسيط جميل جدا صاحب صوت جميل وهذا ولو اسمه بالمنطقه نعم محترم محترم ان شاء الله اغلب الناس ما يعرفون يمكن هاي من باب الصدفه انه الاغنيه اللي غناها الفنان الكبير كاظم الساهر عايل الاسمر هي محمد حسين مرعي محمد حسين مرعي اللي هو ابن منطقه موصل الجديده نعم تحياتنا لعائلته الكريمه وشكرا جزيلا على هذا اللقاء الجميل انت اليوم يعني انطيتنا معلومات حلوه وذكريات جميله جدا الله يبارك فيك ويرزقك وشكرا مره ثانيه هسه خلينا نتحول وننتقل الى مكان اخر خليكم معنا متابعينا في برنامجنا ذكريات من حياتي
قدامى فخلنا ناخذ لقاءات منهم ونقول له السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال عمو؟ اهلا وسهلا يا لبيك. صحة وسلامة. اهلا وسهلا يا لبيكم. اول شيء ايش اللي صار لك بهذا السوق؟ والله احنا صار من زمان، احنا تحولنا بالثمانينات هنا. بالثمانينات احنا مصر جديدة هنا، يعني نعم. ورا جامعة العلي. نعم. هذا السوق ايضا كان حسب ما افتهم كان بداياته بسيطة وحاليا يعتبر اكبر سوق في الجانب الايمن. هذا سوق مصر الجديدة يعني كان بس ابو ناصر. محلات ابو ناصر هنا وكان سالم عمو سالم المخضر. نعم. بس اي مو كل احد وكان هنا افران هنا مصممون جوا جامعة العلي. نعم. اليوم ما شاء الله نشوفه سوق كبير جدا. ايش ما تتخيل موجود سوق مصر الجديده يعني بالايمن هو مصر الجديده صار. اها سوق قوي بشكل صار هنا. زين اول شيء نريد نعرف اسمك. انا اسمي عدنان علي حامد. والنعم منك استاذ عدنان. استاذ عدنان منو سماك عدنان؟ اسمي والله الوالده. الوالده. ايه. تيمنا بموضوع معين لو هو تحب هذا الاسم؟ لا والله بس مرات يعني على الفطره. على الفطره. اي على الفطره. زين فتره شبابك عشتها في منطقه موصل الجديده لو في مكان اخر؟ والله انا ولادتي يعني براس الجاده. راس الجاده والنعم. اي براس الجاده ولادتي. جينا تحولنا بالثمانين هنا. بالثمانين. اي بالثمانين تحولنا هنا بموصل الجديده. شلون كانت الحياه في ثمانينات القرن الماضي بهاي المنطقه؟ والله كانت حياه بسيطه. يعني بسيطة، لاكو غلا، لاكو شيء، لا هذه. نعم. بسيطة بشكل كانت. أكثر المحلات أو المهن القديمة اللي موجودة في الموصل الجديدة تتذكر منها؟ هي أتذكر، يعني هاي الموصل الجديدة شارع قلت لك أبو ناصر اللي أبو الأسواق. نعم. أبو الأسواق، عمو سالم أبو المخضر بس، وأكو كان هنا الفرن مصموني هنا. ما كل أحد كان. مصلحين مال مثلا مال ادوات منزليه مثلا مصلحين مال احنا قبل كانت هاي الغسالات القديمه منو تستذكر منهم هنا ماكو شان ماكو لا ما كان ماكو لا ماكو اللي كان يصلح كان بالسوق يعني بالسوق اي بالسوق زين الحلاق مال منطقتكم منو كان البقال الدكان تتذكر الدكان هي قلت لك يعني البقال كان ابو ناصر الله يرحمه اي عمو سالم وعد هذول المخضر يعني بالثمانينات هم نسوا كلتنا من عندهم ماكو كان عرباين هنا ماكو كان سوق هيك نعم ما كان هذا الشارع كان مفتوح قبل هذا كان مفتوح اها كانت الترافيك كلها المجسر كان اكو دوره هاي يسموه دوره الحديقه نعم نلعب بيها كره قدم بيها غادي اها ذكرت لي كره قدم الرياضه القديمه الرياضه اللي كنت تمارسها قبل مع الشباب والاصدقاء اشني الرياضات اللي كنت تمارسوها بهاي المنطقه ومع منو ايه مع والله احنا كنا نلعب كره قدم نعم احنا شاف فريق الشعله اها ايه كان مع المحسن طه يعني ستار فيصل كثير احنا يعني كثير كنا كان عندكم بطولات شعبيه تسووها ايه بطولات شعبيه احنا فريق ويحضر جمهور ايه كنا كان دائما نلعب هنا بالمقبره نعم بالمقبره نلعب اها بعدين نلعب بالساحات هنا باليقظه كانت جميله هاي الايام ايه جميله كانت لاكو كانت الناس عنيتها ايه على الفتره كانت نعم ايش قصر لك بهاي مهنتك والله اني هذا المحل مال حسن البارودي نعم يعني هو ايضا قديم بالمنطقه هو هذا بيته نعم هذا ملكه هاي صار له هنا 50 سنه نعم اما واشتغلت بهاي المهنه اللي هي مهنه الافران هو شغلته هاي معجنات وما معجنات نعم والصمون نعم 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 زين نريد نتذكر ايام الطفوله بما انه انت قضيتها براس الجاده نعم. شلون كانت والله عدوى عليها هذيك الشيء حلوه اي والله اي والله كانت الناس عنيتها يعني الابواب كلها كانت مفتوحه نعم. وين ما تفوت نعم هسه شنو مختلف؟ اختلفت الامور يعني مثلا اختلفت هسه الفتره ما ظلت
فترة ما الغشيم ما ظل غشيم ما ظل يعني ايه ما ظل لا اختلفت الامور اختلفت طلع هذا الانترنت طلع اختلفت الامور اختلفت زين تكلم لي عن اجواء العيد واجواء رمضان في منطقه مصر الجديده شلون كانت والله احنا كنا هاي شيخانه هنا هنا قهوه جوه الجامع نعم نلعب بيها فر اللي هي لعبه مشابهه لعبه المحيه بس تقريبا بالضبط نلعب بيها فر فكنا هنا هنا يعني زلابيا وما زلابيا يعني كانت الجائزه الاخيره مال اللعبه للفريق اللي يربح هي دائما هالشكل يعني كنا يعني نخبه هنا يعني زين ما كان يجيكم بعض المناطق يعني ما يجونا جماعه راس الجاده او خزرج باب جديد او احنا نروح عليهم كنت تخسرون ولا يخسرونكم والله يخسرون ومخسرهم زين ايضا نريد نتكلم عن ذكرياتك انت في هذه المهنه شنو من الذكريات الحلوه شنو من الذكريات اللي مرت عليك خصوصا فتره داعش كنتم فاتحين بداخل هذا المكان ايش الفتره كانت صعبه ذيك الايام بشكل صعبه بشكل يعني ضيم تضررت هاي المنطقه بالحرب اي والله تدمرت هاي المناطق كلها تدمرت يعني من داعش نعم واليوم رجعت يعني انا فقدت ولاد اخوي اثنين الله يرحمه اي الله يرحمه نعم هنا بالجامع يعني يمكن اقول لك بال 400 500 نفر راحوا هنا داخل هاي المنطقة؟ إيه داخل هاي المنطقة. بس اليوم نشوف عودة للحياة، اليوم نشوف الناس إيه راجعين. لا إحنا من صار التحديد مع داعش، من تحرر قوات الأمنية تحررتنا وهذه اختلفت الأمور. هاي البناء كان ماكو بناء. إيه. كلها كانت قاع. هسه صار بناء وصار تعمير وصار صار 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 وحتى هنا المحلات صارت أضعاف أضعاف. يعني البيع وشراء الإيجارات هاي كله صار الله يرزقكم إن شاء الله نشوف دائما هذا السوق فيه تطور وإن شاء الله نشوف هذا الطريق معبد ومبلل إن شاء الله أنتم تستحقون هذا الشيء الله يبارك فيك إحنا نريد بشي المجسر يفتحون نوى يفتحون هذا الشارع إن شاء الله بذكر الأغاني الخديمة أكثر الأغاني محبة على قلبك أو أكثر الأغاني من تسمعها تستذكر أيام جميلة في منطقة مصر الجديدة والله شنو نسمع سعد البياتي سعد البياتي توفيق البياتي تكون بها ذكريات حلوة هاي الأغاني؟ إيه كلها تتواصل لحد هسه مع أصدقاء الشباب وأصدقاء الطفولة؟ إيه كلهم أتواصل معهم معلم يعني قسم منهم والله توفوا راحوا الله يرحمهم الله يرحمه زين بنتنجمعون شو الشغلات تستذكروها؟ إيه نحكي دائما على الماضي ليش؟ الماضي طيب الماضي الناس كانت كلها أخوة يعني الصديق كان أخ الصديق أخ احنا ان شاء الله بوجودكم وبجهودكم انتم الاجيال اللي قبلنا نحاول نسترجع هاي الايام ونحاول نرجعها احنا نشكرك على هذا اللقاء الجميل وان شاء الله يا رب نهايه الرزق الله يرضى عنك يا اخوي العزيز شكرا جزيلا على بيك عين يا دكتور الحالي We'll be right back.
تفاصيل أكثر عن منطقة موصل الجديدة وتاريخ نشأة هاي المكان مع السيد علي، ونقول له السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا وسهلا، شرفتونا. الله يبارك فيك، عساك بخير. يا ميت مرحب، على الرأس وعلى العين. تاريخ والقناة والمشاهدين. الله يبارك فيك عمو. تاريخ تأسيس منطقة موصل الجديدة، أول شيء نريد نعرف جنابك إيش قصة لك بهاي المدينة أو خصوصاً منطقة موصل الجديدة؟ أنا موصل الجديدة من سنة 61. نعم، طولت العمر يا رب إن شاء الله. بس وعيت على الدنيا بال 65 ويا بناء جامع اليقظة الإسلامية. نعم. هذا الجامع تبرعوا به كثير من الناس. وأكثر من مرة توقف البناء ماله، وعمامي السادة الأحياليين وأهل المنطقة الطيبين فزعوا عليه والحمد لله كمل. وتم افتتاحه من قبل الله يرحمه رئيس الجمهورية عبد السلام عارف. إجا هو وعشرين انضباط وياه وكم شخصية بسيطة، افتتاح جدا بسيط بال 65 تم افتتاح الجامع. إذن هذا الجامع يعتبر تاريخ للمدينة وخصوصا نعم. لمنطقة موصل الجديدة، رمز رمز الأهل الجديدة. نعم نعم. نريد نتكلم عن تفاصيل نشأة موصل الجديدة. بالبداية شلون تكونت البيوتات القديمة، بقال المنطقة، الحلاق، كل نعم. هاي التفاصيل نعم. نريد نعرفها من جنابك. أهم صفة منطقتنا وخاصة هذا المربع عفوا، الحمد لله مو وعينا على الدنيا لحد الآن ماكو عائلة تعدت على العائلة نهائيا. نعم. الحمد لله. نعم. وإذا صير خلال ثواني الناس يتدخلون يفضوها. نعم. كل المنطقة يعتبرون بيت واحد. زين. وأول ما بدت بهاي المنطقة، هي هاي المنطقة بالأصل كانت مع المسيحيين. نعم. يسموها منطقة عبو اليسي. هو الرجل دعا أهل الموصل، الناس الطيبة اللي كانوا ساكنين بباب البيض وبراس الجادة وبخزرج، دعاهم أن يجون يبنون هنا، وقسم منهم انطاهم الأراضي بأسعار رمزية. نعم. فبدوا العوائل الطيبة من أهل الموصل القديمة من أهل باب البيض وراس الجادة ما ذكرناه، جو سكنوا هنا وبدوا. نعم. ناس تسحب ناس إلى أن ما شاء الله المنطقة كلها صارت من أهل المنطقة القديمة. نعم. زين، جو سكنوا هنا والحمد لله والشكر مستمرين، علاقات جدا جدا قوية. جميل جدا أستاذ. نريد نتكلم عن تاريخ البيوتات. أنت بما أنه ذكرت أنه صارت خلينا نقول عملية بناء جديد. نعم. أكيد كان أكو مجموعة من البيوتات الموصلية القديمة هي اللي أسست هاي المنطقة. نعم. طيب تتذكر لي أو تذكر لي البعض منهم؟ أنا أذكر لك العوائل اللي بالبداية هم السادة الحياليين. نعم. وعلى رأسهم الله يرحمه عمنا علي الحسون الله يرحمه. إلى رحمة الله. نعم. وعم يونس هم بداية، وبيت عمي محمد سعيد أول الناس اللي سكنوا بالخمسينات والستينات هاي المنطقة. نعم. واتبعوهم لعبيد، واتبعوهم شمر، واتبعوهم للهيب والنجماويين والنعيم وشمر. شمر ويانا من الستينات هم ساكنين ويانا بالجديدة. يعني قصدك كان أكو تنوع عشائري وقبلي. نعم. في منطقة موصل الجديدة. وأحلى أحلى ما بهاي باقة الورد، مع احترامي لكل عمامي ولكل عشائرنا، أصدقائنا المسيحيين كانوا بأعداد كبيرة ساكنين بالمنطقة. نعم. ودخلوا بالمنطقة وطلعوا الحمد لله والشكر نهائيا ما صار تعدي عليهم. نعم. سيد علي، انت رجل مشهور جدا بالمنطقة بصيتك الطيب، بس نريد نعرف من اطلق عليك هاي التسمية. والله دحق ابوي الله يرحمه. الله يرحمه. حال وحال هالناس الطيبة والنعم منك ومنهم، يعني الكبار عفوا هم قدوتنا كانوا. أكيد. بالمنطقة. اكيد. ونحن الله سبحانه وتعالى خلقنا لخدمة الناس. نعم. يعني بينا عفوا بذرة نفرح، يعني إذا يجي يوم وما نقدم خدمة للمنطقة أو الناس المحتاجة ما نحسبه يوم. نعم. والحمد لله لله، يعني بدون أي مقابل نخدم الناس لله إن نقدر عليها. أكيد أكيد. بس طبعا أكيد. الفضل ما بس اللي لأخوتي، كل أخوتي من باقي العشائر يساندونا وكلتنا نجتمع على الخير. تمام.
والنعم منك ومنهم. زين نغيد نتذكر ذكريات الحلوة، حلاق المنطقة، المدرسة اللي جنابك كنت بيها، بقال المنطقة، لأن احنا دائما هاي الذكريات تنجمع من خلال هاي الشخصيات. نعم. بقال المنطقة أشهر بقال عندنا عمو حمادي أبو جواد. والنعم. هذا يعتبر رمز الكل أهل المنطقة، يعني من تيت من كانت الناس تدرس بالخارج يريدون يبعثون رسالة من خلاله. نعم، شارع أبو جواد مقابيل وكذا، فالله يرحمه هو وأخوته كلهم كانوا عندهم دكاكين. نعم. عمو نافع وعمو خضر، أو عمو نافع وعمو خضر لا عمنا الله ما سكن هنا بالمنطقة. نعم. زين، هم ذول الأخوة عفوا سكنوا هنا بالمنطقة، رمز كحلاق نحن وعينا على جبار. جبار لو أكو أقدم من جبار؟ جبار الحلاق. يعني هو الشخصية القديمة اللي كانت موجودة بالمنطقة. والله حسب عمرنا نحن عفوا. نعم. اللي وعينا عليه جبار. نعم. قبل جبار لا ما 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 نتذكر. هم كانت الآلات اللي يستعملها آلات بدائية بسيطة جدا، لو كان المحل مالته مرتب لو أشهر. لا من الأول جبار، من الأول محل مرتب. نعم. وخرج كثير من الحلاقين على إيده كان يشتغلون. نعم نعم. يقول لك أنا أنطي فلوس في سبيل إنه ابني يتعلم عند نعم جبار. نعم، وسمعته طيبة. وأبو جواد البقال ابنه جواد بعدين صار المختار الله يرحمه. نعم. توفهم. نعم. زين، ناس سمعتهم جدا جدا راقية. نعم. زين، هي تسمية موصل الجديدة أو هذا المصطلح. نعم. من اللي أطلقوا أو أشون جاء هذا المصطلح؟ أنا قلت لك الجماعة من جو من المدينة القديمة. نعم. زين، صار البناء هنا، حتى هذا الشارع الرئيسي كان ما مبلط. نعم. كان عندنا مصلحة نقل الركاب رقم 7 ورقم 9 تصل، بس اكثرها ما يعني ما حد يصلي هنا. نعم. وعندنا واحد من عمامنا بيت ايوب المحزم، كان حتى من يقول له لابو الباص او المنطقه ذبني يم بيت ايوب المحزم، من الناس المعروفه بالمنطقه. نعم، هنا ورانا ورا هاي المكان ساكنين، بيتهم جدا قديم. نعم. اللي اسا حاليا هو بيت واحد من قرابتنا واصدقائنا. نعم. وربعنا من شمر بيت حجره كان يسموه. نعم. زين، فسميت بناء جديد سموها موصل الجديدة. إيش قد تاريخ تأسيسه؟ كم سنة نحن نطيق نقول؟ قرن؟ نص قرن؟ والله أنا حسب المعلومات اللي عندي هي بدت من 50. من 50. نعم. تقريبا نصف قرن. نعم نعم نعم. نعم. زين، بما أنه جنابك ذكرت لي أنه أنت مولود بهاي المنطقة، أصدقائك، أصدقاء الطفولة، أصدقاء المدرسة، لحد هسه تتواصل معاهم؟ نعم. لحد هسه عندك؟ نعم 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 نعم. اشو نقول؟ الله يرحم الشهداء من اصدقائنا. اكيد. والله يحفظ الاحياء. زين. نعم. الله يحفظ الاحياء. لحد الان الحمد لله والشكر مستمرين وياهم. نعم. على نفس العلاقات ونفس الحياه. نعم. ايه. بيناتكم صله قرابه وصداقه؟ ايه، نحن ابن خلدون هاي بالركن. نعم. هذه البنايه مال عمي احمد الونسا. نعم. اللي هو والدي ولاد العم، ونحن بيت واحد نعتبر، نحن بيت عمي احمد الونسا بيت واحد. نعم. فاستمرينا الى صف ثالث ابتدائي هنا، وبعدين تحولنا صار بناء جديد في منطقه يسموها حي العامل حاليا. نعم. تحولنا هنوك، وبعدين نقلنا الى مدرسه القدس اللي هي حاليا منطقه الاغوات لحد الآن موجودة. نعم نعم. ومستمرين كطلاب، اللي صار طبيب عفوان، اللي صار ضابط، اللي صار طيار، وقسم منهم من استشهد الله يرحمه. الله يرحمه. زين، سوق موصل الجديدة، هذا السوق أيش وقت تأسس وأيش كانت بداياته؟ بدايته هو قلت لك والله هو أول من صار الدكاكين هو عمو حمادي. نعم. وعمو خضر هنا وعمو نافع اللي جوا. نعم. هم ذول الأخوة بداية تأسيس السوق عندنا بالجديدة. نعم. بس هو حاليا أسس من أقوى أسواق الموصل. نعم. الشعبية اللي بيها شريان الأيمن يعتبر شارع موصل جديدة. نعم. 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 زين، أشهر البضائع اللي كانت تباع قبل، يعني نتكلم على أيامكم. آه. أيامنا عفوان شغلات منزلية، بس كشارع رئيسي شنو اهتمامه؟ اهتمامه بالحنطة والشعير، كل أهل المنطقة أكثرهم مزارعين. نعم.
مزارعين يتعاملون مع الحنطة والشعير. نعم. اللي كان هو أساسي يعني عن طريق من عن طريق المخازن السياف هاي يسموه سيف زين، فكلهم كل السيافة هاي عشر رئيسي تحتوي على الحنطة والشعير بنهاية الموسم. ذكرى جميلة جدا من ذكرياتك اللي لحد هسه ما تنساها في منطقتك، في منطقة ولادتك اللي هي موصل الجديدة، تحب تلقيها أو تحب تتكلم بيها؟ والله أحلى ما منطقتنا هي وقفتنا كوقفة كوقفة رجل واحد أثناء احتلال العراق. نعم. كلتنا صرنا إيد واحدة ضد اللصوص وما تابعهم يعني. هذا للتاريخ طبعا. نعم الموضوع. نعم صرنا يعني إيد نتذكر واحدة. كان أكثر المناطق عملت مثل اللجان. لجان وواجبات عفوا وسلاح شخصي وقدرنا الحمد لله نحمي المنطقة. نعم. كان اكو دوائر موجودة بهاي المكان؟ نعم عندنا بنك موصل الجديدة. نحن انسحبنا الساعة 5 الصبح. اكو بيت حج ادريس شباب ولاد حج ادريس الله يرحمه عصام وخوته هم الوحيدين اللي ما انسحبوا من المنطقة. نحن تعبنا خلال ساعة واحدة غفلنا جو الغوغاء واللصوص على المصرف. نعم. وجت الناس فزعتنا قالوا الحقوا ترى المصرف عينسرق وعيشعلوه فقدرنا الحمد لله انهزموا. اذا سيد علي هذا الموضوع للتاريخ. احنا يعني قبل ايام لاحظنا في فرنسا صارت تقريبا نفس الحاله وصارت عمليه سرقه، شفنا السرقه صارت وما حد وقف مع الحكومه او ما حد وقف مع لا الناس الحمد لله. لكن احنا بالعراق من صارت هاي الازمه اهل هذا البلد هم اللي ساندوا. نعم. وهم اللي فزعوا وهم. نعم. اللي نعم. وهذا الشيء للتاريخ يذكر. عمامنا وكبارنا اللي كبار بالسن عفوا نحن ما ردناهم ينزلون على الشارع، نزلوا على الشارع وخلوا كراسي وكل بين لحظه ولحظه ينطون التوجيه. اللي هم كبار بالسن فوق السبعين وفوق الثمانين سنه نزلوا وقعدوا بالشوارع. هذا لا، هذا غلط، لا تتعدون على الناس، هذا صحيح، هذا خذوا منه المواد وعفوه. يعني نعم. قسم نعم. من الناس كان حامل المواد او فلوس ونسلمها الجامع اليقظة، شكلنا لجنة عفوا نسلم المواد الجامع اليقظة. طبعا انا اشكرك على هاي المعلومة لان هذه للتاريخ تذكر. اغلب الصحافة الاجنبية نزلت صور لبعض الشباب ما اريد نذكر مسمياتهم، كان عندهم طيش، كان عندهم نوع من اللاوعي انه سرقوا البنوك وسرقوا الكذا. نعم. فبالتالي كان اكو شيء اخر اللي هو اللجان الشعبيه اللي حافظت على بلدنا. هذه للاسف ما حصلت الضوء عليها. هاليوم جنابك سلطت الضوء عليها وتكلمت عن وحده اهالي الموصل ووحده اهالي العراق من اجل حمايه هذا البلد. لا الحمد لله. نريد ايضا نستذكر المقاهي اللي موجوده في منطقه موصل الجديده، اشهر المقاهي اللي كانت موجوده اذا تتذكرها، وشلون كان النظام بيها؟ والله أنا حسب ما أذكر نسيت اسمه عفوا. أكو وحدة يم الكنيسة. نعم. عندنا يعني نحن عفوا كمسلمين ما نفرق، نحن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عندنا مقهى فوق كان يسموه أبو ناصر أو أبو إدريس. أبو إدريس. نعم. إيه وهذول الرياضيين عفوا يجتمعون به والشباب الطيبين وهذه يتسلون يعني دومينا طاولي ويلتقون العصريات ورياضيين. اكو كان قبل دوره عبد الياسي والله نسيت اسمه. هم مقهى مشهور. نعم نعم نعم. زين زين نريد نسترجع بما انه جنابك ذكرت ان انت تاريخ في هذه المنطقه. الاغاني القديمه تسمع اكثر اغنيه تذكرك بولادتك بموصل الجديده بيها ذكريات جميلة بداخل هذه المنطقة؟ والله أنا أعذرني أنا كنت أميل للرياضة، أنا رياضي. رياضي. إيه. بس ما معناها ما كنت سمعت لك فترة. بلا بلا أنا كنت يعني من نشأت وصلت مرحلة الشباب ملت على أم كلثوم يعني. أم كلثوم. زين. وإيه مغنية بالضبط؟ والله أنا يعني من الأغاني المعجب بها جدا أقبل الليل. أقبل الليل. إيه. تحياتي لك استاذ. شكرا جزيلا. وشكرا جزيلا على هذه المعلومات. تشرفنا. يبارك بك ربي. نحن نفرح بكم كشباب عفوا تخدمون مدينتكم
اولا والعراق ثانيا. اكيد اكيد، بالعكس هذا تاريخ مدينه وانتم تاريخ هذه المدينه، فبالتالي احنا نريد نسلط الضوء على هذا التاريخ. تتواصلوا ويانا اكيد اكيد اكيد، ومن خلالكم ومن خلال قناتكم الناشد، يعني الحكومه المحليه، الناشد الحكومه المحليه وخاصه السيد المحافظ والاستاذ عبد الستار، شويه نقول لهم بطرف عينكم عليكم منطقتنا موصل جديده ان شاء الله يهتمون بها، وان شاء الله نشوفها هي وموصلنا كلها بصوره عامه ونينوى بصوره خاصه باجمل حله ان شاء الله. اشكرك استاذ، وسلمونا على هنا بكل مدينه الموصل وبالعراق. والنعم منك يا استاذ، هلا بيك. الله يبارك فيك يا ميت مرحبا. هسه خلينا ننتقل الى مكان اخر متابعينا ومشاهدينا، خليكم معنا. شعنا وسمعنا من أهل منطقة موصل الجديدة بها ذكريات وتفاصيل كانت جميلة جدا، هاي المنطقة اللي تاريخها قديم جدا. انتظرونا بمكان جديد وحلقة جديدة، وأكيد راح ناخذ ذكريات وعادات وتقاليد أهل المنطقة اللي راح نزورها في برنامج ذكريات من حياتي.